ديالا احكي لي شو صار معكم في يوم الاثنين، كيف طلعوكم برا البيت؟ كنا الساعة 5 انا واختي واخوي قاعدين برا قاعدين دايما نقعد حراس عشان اذا صار اشي نكون عارفين ندخل نفيق الكل. كنا قاعدين برا بعدين شفنا سيارات نازلين عند الخيمة وعند الغاوي، دخلنا جوا بلحظة ثواني كنا مسكرين الابواب. اهم اشي انه سكرنا الابواب، فيقنا الكل بلحظة ثواني، الكل كان فيق، فيقنا امي وابوي برضه في ثواني، كسروا ازاز الابواب وازاز المطبخ كسروا ودخلوا بلحظة ثواني، كانوا داخلين جوا ما قدرناش نسوي اشي. انا بتعلم تايكواندو، وعشان بتعلم تايكواندو كنت مقررة انه اقدر ادافع عن حالي شوي، بس اجوا مع الناس نسوي اي اشي، بس يمسكوا ويدفعوا لبرا ندفش ما صحيناش، بس الواحد بقعد يفكر بس في اهله وين، كيف اهله صار ضربوهم ما ضربوهمش، بس هيك بفكر، ما قدرتش افكر في مين بدي اضرب، ما قدرتش اطلع. مره واحده لقيت حالي برا على باب الدار، يعني كانوا يضربوكي ويتهجموا عليكي ودافع وكل شيء. مره واحده وصلت باب الدار بدي ارجع ادخل جوا، ما قدرتش ادخل جوا، دفعني الجندي نزلت الدرج وقفونا جنب الدار، وضلينا واقفين جنب الدور لا يمكن قعدنا نص ساعه، دخلوا طلعوا كل شيء من الدار، كل شيء في بساط، بعدين في تركات حطوهم جنب اليو ان على الارض، ورحنا على الشارع، رحنا احنا امناهم بدل ما يضلهم مع الشارع، حطيناهم عند شقه دار سيدي على الشارع. طيب وكيف بتقضي يومك؟ وين بتنامي؟ شو بتسوي؟ بننام مع السيفونيا مع الكل. نقضي يومنا كل يوم، ضلنا قاعدين هون، إذا في شوية في يعني الحمد لله نعمة من ربنا، نقطتين مي بيروونا طول النهار. طيب بدك تحكي شيء كمان يا ديالا؟